أواخر 2011 عمرو دياب أصدر ألبوم باسم بناديك تعالى، والألبوم ده كسر الدنيا وقتها برغم ظروف البلد. بس أكتر أغنية عاشت في الألبوم ده ولحد النهاردة هي أغنية يوم ما تقابلنا، وده لأن الأغنية دي هي كانت الأغنية الرسمية للأفراح في مصر من وقتها لحد دلوقتي، وده لأن اللي كتبها هو تامر حسين واللي لحنها عمرو دياب بنفسه، وهي كانت معبرة جدا عن الحب. ده غير أن التوزيع اللي عمله عادل حقي كان رومانسي وسلو، وده اللي خلى ان الاغنيه دي هي اللي تبقى الاغنيه الاساسيه في كل افراح مصر تقريبا، لحد ما في اول مايو 2022 خرجت لنا اغنيه جديده بعنوان من اول دقيقه، غناها سعد المجرد وإليسا، وكلمات الشاعر الكبير امير طعيمه، وكانت من لحن رامي جمال اللي دايما بياخدنا معاه في سكه رومانسيه سواء في اغاني او في الحانه. كلمات الاغنيه والحنها مع صوت سعد المجرد وإليسا مع المود الهادي اللي بتتغنى به الغنوه هيخليها تحتل عرش الأغاني الرومانسية لفترة مش قصيرة. ومن المتوقع أن الأغنية دي هي الأغنية اللي تسيطر على الأفراح المصرية الفترة الجاية. الأغنية بتبدأ بفيرس لكل مغني من الاتنين، وبعدها كورس كل مغني من الاتنين بيغني لوحده، ودي طريقة في الأغاني بتخلي كل واحد من المغنيين ياخد طريقته في الغناء بشكل كويس. أما الكليب بقى فهو بسيط جدا، وبيجمع الاثنين في الاستوديو اكنهم بيسجلوا الغنوة، وده ذكاء من صناع الاغنية لانهم عارفين ان التصوير والانتاج الضخم مش مطلوب في الاغنية زي دي، لان ببساطة الاغنية بايعة نفسها رايحة لجمهورها بالظبط، وجمهور سعد وإليسا اللي بيحب النوع ده من الاغاني. كمان اختيار اللهجة المصرية كان مناسب جدا، لان اللهجة دي هي الاقرب للفهم والحفظ في كل المنطقة العربية، عشان كده تفاصيل الغنوة كانت موفقة جدا. مستنيين رأيكم في الغنوة في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. أشوفكم في حلقة جديدة. سارة مكي.